موازاة مع العمل النظامي بمناسبة ديال رأس السنة اللي كيتجلى في التغطية ديال الشارع العام وتوفير تغطية أمنية شاملة للقطاع، كيكون عمل موازي في العمق اللي كيدخل في إطار المحاربة ديال الجريمة. كانت عندنا قضايا مهمة، أهمها القضية كتعلق بالتجارة في المشروبات الحيازة والتجارة في المشروبات الكحولية. تم إيقاف المعني بالأمر على مستوى حبن سودة بعد المداومة المنزل ديالو وحجز واحد الكمية مهمة من المشروبات. كذلك تم إيقاف واحد الشخص من طرف واحد الدورية عندنا على مستوى حي المسيرة، توفرت لهم واحد المعلومة أن واحد الشخص معروف بالتعاطي للسرقات. تم رصد المعني بالامر في واحد المعني في واحد المكان معين وتم الايقاف ديالو على متن واحد السياره نوع 205. بعد التفتيش تم حجز واحد السكين من الحجم الكبير، وكذلك اقرى اسمه الويسه، بالاضافه لواحد المجموعه ديال راديو كاسيت تبين ان هذا المعني بالامر متورط في عده قضايا كتعلق بسرقات من داخل السيارات. المعني بالامر غادي يتم الاحاله ديالو على الشرطه القضائيه من اجل تعميق البحث معه بطبيعه الحال تحت اشراف النيابه العامه. كذلك تم ايقاف واحد المجموعه ديال الاشخاص، اهمهم واحد الشخص مبحوث عليه من اجل السرقه من داخل المنزل، وكذلك متورط في قضايا كتعلق بالضرب والجرح الخطير. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.